تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا، التطورات لديك في القدس أيضا تطورات صاخبة زميلة الكريمة. صحيح، بعد التحية نتحدث أنه لربما أكثر ما تتناول وسائل الإعلام العبرية في الأوساط الإسرائيلية الحديث عن تفاؤل بإمكانية إتمام صفقة تبادل كما أسمتها للأسرى مع حماس، حيث أشارت تقارير إسرائيلية إلى تفاؤل في حكومة تل أبيب من إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإتمامها خلال أيام، فيما اشترطت تل أبيب أن يبدأ وقت إطلاق النار بالتزامن مع الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. في تفاصيل هذه التقارير الصحفية هنالك العديد من الأنباء الصحفية، وحتى في داخل هذه الأخبار كان هنالك اختلاف في أعداد التي تنوي إسرائيل الموافقة عليها للإفراج عنهم وإتمام هذه الصفقة. نتحدث أن هنالك تقارير قالت بأن الجانب الإسرائيلي كان قد وضع شرطا إضافيا لتنفيذ هذه الصفقة لتشمل إطلاق سراح 50 محتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مقابل الإفراج عن 150 أسير في سجون الاحتلال من النساء والأطفال. كما وتحدث هذا المصدر عن أن الأسرى يجب أن تكون أعمارا تتجاوز أعمارا سن 16 عاما، ولكنهم لم يرتكبوا جرائم قتل بحق المستوطنين، في إشارة إلى الأسرى من ذوي المحكوميات القصيرة نسبيا. ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية كانت تحدثت أن الصفقة تشمل وقف لإطلاق النار قد يصل إلى 5 أيام وإدخال الوقود تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي سيسمح الاحتلال بدخولها للقطاع من عند معبر رفح المصري. كذلك كانت قد طالبت هذه المصادر الإسرائيلية أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين من الأطفال والأمهات في عند فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن وقف إطلاق النار سيبدأ بالفعل بالتزامن مع إفراج حركة حماس عن أول دفعة من المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وبأن هذا الإفراج سيكون بشكل تدريجي وفي دفعات ثابتة ومتساوية على مدار عدة أيام، وهذه الأيام التي سيتفق عليها الجانبين لتكون هي الهدنة المؤقتة أو الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار. كما أصر الجانب الإسرائيلي على تحميل حركة حماس مسؤولية تحديد مكان وجلب جميع المحتجزين من الفصائل الأخرى الفلسطينية، وأنه قال في المرحلة الأولى تشير التقديرات الإسرائيلية أن هنالك سيكون يعني الحديث عن 70 من الأطفال والأمهات والمسنات التي ستفرج عنهم حركة حماس، وقالت بأنه سيكون هنالك يعني في المقابل موافقة وانفراجات إسرائيلية للحديث عن إطلاق السراح عن فلسطينيين. هنالك مصادر عبرية أخرى تحدثت أنه سيكون هنالك صفقة تشمل إفراج متدرج على أيام في كل يوم عدد متساوي من الأسرى، كما ذكر المصدر الأول، وقال أن في المجمل سيكون عدد الأسرى الفلسطينيين التي سيتم الإفراج عنهم هو 150 أسير فلسطيني، في المقابل سيتم الإفراج عن جميع الأطفال والنساء والمسنات من المستوطنين الذين احتجزتهم حركة حماس أو حركات الفصائل الفلسطينية الأخرى. ولكن اللافت أيضا موقع إسرائيلي آخر وعلى رأسه موقع ولا العبري الذي قال بأن الصفقة المحتملة تشمل إدخال الوقود كما ذكرنا، وبأنه سيكون هنالك يعني زيادة عدد المساعدات والإغاثات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة، وقد تصل إلى 200 شاحنة تعبر من خلال مصر. كذلك الحال ردا على هذه الأنباء كان هنالك موقع ولا الذي قال بأن هنالك مصدر مطلع على المفاوضات التي تجري حاليا، قال بأن لربما اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء أثار غضب حماس بشدة، ويمكن أن يعقد المفاوضات على المدى القصير نسبيا. هذه هي يعني مجمل الأخبار والأنباء التي تتحدث عن صفقة التبادل ما بين الجانبين، ولربما نشهد في لربما الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة إعلان رسمي بإتمام هذه الصفقة. لابد أن ذوي الأسرى يدانا يشعرون بترقب هائل وربما بقلق مصحوب بالفرحة إذ ربما يلتقون أحباءهم قريبا. دانا، ماذا عن التطورات الميدانية لديك؟ أعرف أن قوات الاحتلال نعم تفضلي. يعني كنت أود الحديث عن صفارات الإنذار التي عادت مجددا ودوت في العديد من مستوطنات غلاف غزة وكأنها
أعادتنا في الأذهان إلى الأيام الأولى من هذه الحرب. في كل مرة يخرج مسؤول إسرائيلي ويقول أن حماس تتراجع عسكريا وأن هنالك نقص في الذخائر ويعني العدة والعتاد، تخرج حماس من جديد لتفند هذه الرواية الإسرائيلية. فصفارات الإنذار تدوي في العديد من المناطق. نتحدث أن في الشمال تحديدا شمال القطاع كان هنالك صفارات الإنذار التي دوت نتيجة الاشتباكات المتواصلة والخشية الأمنية من وجود متسللين فلسطينيين عند الحدود. كذلك الحال في مستوطنات غلاف غزة، كان هنالك إطلاق رشقات متتالية كثيفة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي على إثرها كان هنالك تعليمات صدرت من الجبهة الداخلية إلى كل القاطنين في القرب من هذه المناطق الحدودية إلى ضرورة الالتزام في الأماكن الآمنة أو حتى ضرورة الدخول إلى الملاجئ، على الرغم من أن هذه المستوطنات مخلية أصلا من المستوطنين القاطنين هناك. ولربما يجب الإشارة هنا والحديث عن تل أبيب. تل أبيب التي كانت عادة تستخدم كسلاح تهديد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم في مرمى وفي دك هذه صواريخ المقاومة وبكثافة عليا، تصل في جنوب وضواحي تل أبيب وتوقع إصابات. نتحدث أن في آخر رشقة صاروخية وصلت إلى تل أبيب وضواحيها الجنوبية كان هنالك حديث للإسعاف الإسرائيلي الذي تحدث عن 3 إصابات وإحدى هذه الإصابات خطيرة. نتحدث عن استمرار إعلان جيش الاحتلال في إعلانات رسمية له عن مقتل جنود في استمرار المعارك مع في شمال القطاع. كذلك الحال لابد من التطرق ولو سريعا إلى الحدود أرجوك الشمالية سريعا يا دانا. نعم، الحدود الشمالية واستمرار أيضا الرشقات الصاروخية المتبادلة سواء من حزب الله أو من فصائل المقاومة الموجودة في جنوبي لبنان، وهي لربما التي تحرك الآن وتغير المعادلة، كما يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن إسرائيل غير معنية في التوسع في هذه الحرب ولكنها قادرة على رد الإرهاب، وبأن مصير بيروت ربما سيكون مشابها لمصير غزة إذا استمرت هذه الاعتداءات التي تحولت من استفزازات إلى اعتداءات. وافر الامتنان للزميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة.